فيديو عن شفط دهون بالفيزر نشوفه تمام وحضرتك اكيد. تعلق لنا عليه. هنشوف الفيديو. دي المناطق اللي احنا بنعمل فيها شفط دهون سواء الراجل او الست. طبعا تقريبا كل مكان في الجسم ممكن نعمل له لايبوسكشن، مفيش فيه اي مشكله طالما احنا عارفين الاناتومي او تعرفين ايه الـ 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 ايه الطبقات اللي موجوده اللي بندخل نعمل لها اتاكينج. دي زي ما احنا شفنا او زي ما شرحنا قبل كده، ده الفيزر بيدخل بيعمل سوري ده في الاول بنحقن زي الخطوه الاولى بتاعتنا، بنحقن خالص عشان نملا تحت الجلد سوائل عالية الدهون بالظبط كده. بعد كده الفيزر بيدخل بيعمل ايمالسيفيكيشن او بيعمل تذويب للدهون الموجوده. بعد كده لما اجي ادخل بيسيح الدهون بيسيح الموجوده كلها، هي بيسيح بالظبط. ان شاء الله في مره ثانيه هحاول اجيب لكم فيديو. عملت انا اكسبيرمنت كده لطيفه، جبت قالب زبده متصور عندي بس ان شاء الله لما اجيب لكم مره ثانيه قالب زبده. بس طبعا الفيزر لازم يشتغل تحت ميه، عشان كده احنا بنشتغل الموجات دي بنحطها بنحقن الدهون الاول. فحطيت يعني جار كده كبير وحطيت فيه زبده وحطيت الفيزر، فعلا الدهون طالعه وسايحه اكسل يعني باينه هو نفس اللي بيحصل في الدهون اللي في الجسم. هي احنا حاجه مجمده، احنا سيحنا ساحت الدهون بتطلع. احنا لما بنستخدم الفيزر قبل ما نبدا نشفط بتلاقي من البور الصغير او الخرم الصغير الدهون بتبقى طالعه. يعني اول ما بخلص الحقن وبعمل الماليفيكيشن بتاع الفيزر اللي هو بالظبط كده التسييح، بتطلع على طول الدهون من الخرم اللي هو الصغير ده اللي هو النص سنتي، بتطلع من الدهون. اوكي بس هنا ده الاجراء يا دكتور ده ده اللي احنا شفنا من شويه اللي هو الحاجه اللي جوه. دلوقتي احنا بنشوف بقى الحاجه العمليه. الدهون طالعه لونها اصفر، وانا حتى ماشي مع التيوب او الخرطوم هي دي اللي معذبانا دكتور اللي طالعه دي، الدهون اللي طالعه دي هي دي اللي طالعه. انا كنز لسه قايلها ليه كنز، هي كنز طبعا كنز بقى في الجوار بقى هتبقى كنز ناخدها هتبقى كنز نحقن فيها بالظبط كده. نحقنها يا دكتور في مناطق ثانيه يعني ما فيهاش دهون خالص او الدهون فيها بتذوب بسرعه، ولا ممكن في مناطق زي الوجه التجاعيد وغير والحاجات دي؟ اي منطقه طبيعيه حصل فيها ايجنج او حصل فيها يعني كبر في السن وقعت لتحت فضيت خسيت. انا مش في ناس يقول لك انا خسيت كل حاجه بخس من وشي وبخسش من المنطقه الفلانيه ما هو دي دايما بصي هي كلها بتبقى تركيبه كامله على بعض، بمعنى ان واحده كل دي دهون يا دكتور كل دي دهون اللي ماشي ما انا كنت قلت لحضرتك بس مش هينفع يعني قلت لك بنحقن الحاجات دي في مناطق كتيره في ده الجسم كويس جدا يعني بنشيل كميات كبيره قوي. واللي في الجار ده يعني ده اللي هو المعقم احنا بنشفط ده كل ده ستيرايل سيستم. احنا واصلين كده كام؟ احنا واصلين كده كده لتر تقريبا. لا بس في اكتر من كده اكتر بنوصل لحد كام لتر ممكن في بص احنا ممكن نشفط براحتنا يعني مفيش يعني طالما الصحه الانفستيجيشنز او التحاليل بتاعته كويسه والصحه العامه كويسه ممكن نحقن ممكن نشفط مثلا 6 7 8 10 بس مش عايز اكسيد عشان هو فيها بصراحه في حالات اكتر من كده بس احنا مش عايزين بقى ايه نخش انها ما خد بالك الدهون دي برده مش عمليه لو اخدت كتير ممكن البيشنت يبقى تعبان شويه همدان انا ممكن اعملها مره واثنين وثلاثه افضل ليا والبيشنت عشان يقوم يستعيد شغله بعد يوم يومين ثلاثه يعني مش شفط بس يا دكتور انت هنا التقنيات الحديثه اضافت للشفط تخلص من السمنه الموضعيه والجلد يبقى كويس كمان والجلد كويس يعني الفيزر بيعمل بيخلي الكولاجين انشط فبيخلي الجلد يحصل له ريتراكشن او ريكويل او يشد